بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعينا وأصحابنا الكرام. بنقدم لكم النهاردة مقطع إن شاء الله جديد لغرفة نوم كلاسيك، غرفة نوم أطفال. زي ما حضراتكم شايفين الغرفة سيمبل خالص وبسيطة. ده كومودينو، طبعا عاملين له إزاز مرسوم ليزر، طبعا عاملينه رسومات تناسب الأطفال. طبعا ده درجين، برضو زي ما انتم شايفين ده التشطيب. القلب الدرج من جوه طبعا مدهون ومشطب ومعمول على مجرى عجل سحاب علشان يبقى طبعا سهل الحركه. حضراتكم شايفين التشطيب ازاي، قد ايه التشطيب من جوه ممتاز جدا. شايفين اللمعه بتاع الدرج من جوه. طبعا ده كومرينو، وده طبعا السراير، منظر السرير هما. طبعا ده السرير شغل بسيط جدا. وده طبعا الدولاب، الدولاب طبعا ضلفتين جرار. هو طبعا كان في الاصل 3 دولف، بس الزبون طلب ان هو يبقى ضلفتين بس عشان مساحة الدولاب تبقى من جوه كبيرة يعني. طبعا ضلف يمين وضلف شمال في منتهى الرقة ومنتهى البساطة. طبعا ده مدهون تشطيب دوكو فرن. زي ما انتم شايفين كده ده اللمعة العالية جدا. دوكو الفرن طبعا حركه عارفين ان هو الوانه ما بتغيرش بسهولة يعني، الابيض بالذات بتاعه مبغيرش بسهوله يعني. وده القلب من جوه، شايفين حركهم ما شاء الله، التشطيب من جوه عالي جدا جدا جدا. شايفين طبعا مسحوب معجون، واخد بطانه، واخد وش لاكيه، ومتنعم جدا. شايفين اللمعه، شايفين الخدمه. طبعا الغرفه مش طبعا من القلب من جوه احسن من بره كمان يعني، زي ما بقولوا يعني. يعني قلب الدولاب من جوه التشطيب من جوه احسن من بره. ده حروف الرف هيا، وده التشطيب، التشطيب عالي جدا ما شاء الله. ده طبعا السحابة سهل جدا في الحركة وفي الفتح والقفل. المقابض برضو بسيطة وكلاسيك خالص برضو عشان تناسب الأوضة. ده الدولاب اهو، طبعا هو صغير شوية عشان مقاس الغرفة يعني. زي ما انتم شايفين ده العمود وده الدولاب اهو، ده العمود وده الباب، يعني هو يا دوبك المساحة كده صغيرة. ده السرير طبعا هي منظر تاني، والملة ملة 10 الواح طبعا معمولة بوصة. طبعا الغرفة يهمني طبعا رأي حضراتكم فيها. وده التسريحة، ده التسريحة، ده طبعا الإزازة هو، ودي التسريحة طبعا 3 أدراج برضو على عجل. وده التسريحة بتاعتها، وده الكرسي، وده البرواز. وبرضو الازاز برضو عاملينه برضو كمبيوتر، نفس الشيء برضو علشان يناسب الغرفة. برضو رسوماتيات، يا رب تنال اعجابكم، وان شاء الله منتظر تعليقكم ان شاء الله في التعليقات ان شاء الله.